السلام عليكم. دش انا مدير عام لمجمع صنع طراك، نظام جديد لمسح الاراضي باستعمال الذبابات الالكترومغناطيسيه لي زون الكترومغنيتيك، وهذا النظام الجديد ما يسمى بنظام الزلزالي الثلاثي الابعاد، هو تجربة من قبل في 2008 واستعمله لكن على نطاق اقل، يعني على نطاق تاع 2500 كيلومتر مربع. الان تم تطوير هذا النظام بعد ما يعني العلم خلى يعني تحقق نجاح كبيره في الميدان المعلوماتي، اذا تجميع المعلومات. الان نستطيع ان ندير مسح لاكثر مساحات في الاراضي، وكذلك بطريقه ثلاثيه الابعاد، يعني مسح ثلاثي الابعاد بالطريقة إذا زلزالية. وبهذه النظام ممكن أن نتعرف على ما مكونات تحت الأرضية، إذا كان غاز أو بترول أو ماء أو أي موجود، أو حتى طبقات جيولوجية تحت الأرض. إذا بهذا النظام الجديد الذي تم إنتاجه من طرف شركة سوناطراك بفضل سواعد الجزائريين، يعني حوالي 900 شخص منهم ثلثهم مهندسين، يعني اشتغلوا في هذا النظام الجديد لمسح الأراضي الثلاثي الأبعاد، المسح الزلزالي لأنه يستعمل ذبذبات أو ديزونت. إذا تم تطوير هذا النظام وتدشينه الأسبوع هذا على مستوى حقل حاسم والسعود لمسح الكميات تاع الغاز والبترول في حقل حاسم سعود، واللي يمتد على مساحة حوالي 5000 كيلومتر مربع. إذا هذا النظام يعرف بدقة، لأنه تطورت العملية تاع التحكم في المعلومات اللي يعطيها هذا النظام، وجمع المعلومات وكذلك تحليلها والخروج بنتائج حول الكميات نتاع الغاز أو كميات يعني أشياء أخرى قد نريد معرفتها توجد تحت في جوف الأرض. إذا هذا النظام الجديد هنيئا لشركة سوناطراك واللي بسواعد أبناء الجزائر اللي قدروا يحققوا هذا النظام الجديد واستعماله في حقل حاسم سعود لمعرفة الكمية الحقيقية والأبعاد الحقيقية للناب، يعني الكمية تاع الغاز المتواجدة في حقل حاسم سعود. وهذا سوف يساعدنا كثيرا في بور ديفينير لي بوليتيك ديكسبلواتاسيون في المستقبل، يعني الاستثمارات المستقبلية، نعرف الاتجاهات نتاع الشركة، وكذلك نأخذ قرارات على ضوء المعلومات اللي قد نحصيها من هذا المسح. إذا هنيئا لشركة سوناطراك ولإطاراتها بهذا الإنجاز الكبير جدا في التحكم أكثر في موارد الشركة، وكذلك في موارد البلاد إذا استعملنا هذا النظام في ميادين أخرى. أترككم تتابعون هذا الفيديو اللي يتكلم عن الموضوع هذا، والسلام عليكم. ثلاثي الأبعاد عالي الكثافة وعالي الدقة بحقل حاسم سعود، تكنولوجيا جديدة في مجال البحث والاستكشاف الطاقوي والاستغلال الأمثل للحقول البترولية والغازية، يعزز الدراسات المكمنية ونماذج الإنتاج بالاستغلال الأمثل للتكنولوجيا الرقمية الحديثة من أجل الرفع من احتياطات البلاد من المحروقات ومن مستوى الإنتاج والحفاظ على مكانة سوناطراك كمورد وفاعل هام في الأسواق الطاقوية الدولية. أهم دور تاعنا هو أن نديتكتو البيانات اللي موجودة في الحقل توصل حتى ل 300 كيلومتر، نديرو مسح زلزالي ونديتكتو البيانات هذه ونعاودو نفورنوها نمدوها ليكيب نتاع كونترول كاليتي. نقدروا نعرفوا واش كاين في الباطن تاع الارض، واش كاين باش نقدروا نعرفوا لي بياج تاع البترول ولا الغاز ولا ما ولا واش كاين. والداتا هذه اللي تروح للسونتر تريتمون في بومرداس ولا في ولاد فايت، هما ثم يزيدوا يديروا تريتمون. تكنولوجيا رقمية عالية تستخدم نطاقا ترددية يعادل 96 هرتز لزيادة دقة المسح الزلزالي مع استعمال تقنية انعكاس الشكل الموجي الكامل، هذا ما تعتمده المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء منجزة هذا المشروع الاستراتيجي.
هذا المسح الزلزالي يقع على حقل حسيم سعود على مساحة أكثر من 5000 كيلومتر. هو ثاني مسح زلزالي، الأول أنجز في 2005 على مساحة حوالي 2500 كيلومتر مربع. من حيث الجودة المسح هو على الأقل ضعفنا 4 خطرات الكاليتي نوعية المسح. المشروع تاع حاسم سعود ثلاثي الأبعاد هو مشروع مهم جدا للمؤسسة الوطنية للجيوفيزياء، للمجمع سوناطراك وللبلاد ككل، لأنه يعني يسمح لنا باش إن شاء الله عند نهاية المشروع في يعني كاش يقولوا رفع في الإنتاج تاع الحقل. هذا المشروع الذي سوف يغطي مساحة 5000 كيلومتر مربع، يعني كل حسيم سعود وما جاور حسيم سعود، حقل حسيم سعود، حتى تكون لنا صورة دقيقة على مكامن وهذا الحقل لترشيد الاستثمارات وكذلك إعطاء النموذج الإنتاج الذي يكون يعطي لنا أكثر مردودية وأكثر يعني وأقل تكاليف. هذا الاستثمار هو في حدود تقريب 18 مليار دينار، يعني ما يكافئ تقريب 130 مليون دولار. من ناحية الإشراف فيه كثير من 900 عامل تعمل على هذا المشروع، منها 500 عامل من منطقة ورقلة. تقنيات جديدة تنتهجها سوناطراك من خلال استراتيجية ترتكز على تطوير واستغلال الحقول الطاقوية تعزيزا لمكانة الجزائر في الأسواق الدولية والإقليمية.